مال عاصي وهي اللي وصلتني للموضوع. ما لها علاقه لا بيع ولا انا اعرض اغاني ابويا للبيع ولا كذا. ما اشترت منك حقوق اي اغاني؟ لا, لا, لا ما محتاجين احنا اصلا نبيعها، يعني هو اللي يريد يغني راح يتصل بي مباشره. يعني مثلا الفنان قاسم السلطان اوجه له تحيه، خابرني في يوم من الايام، وحاتم ايضا خابرني في يوم من الايام، استاذنوا من عندي قالوا احنا عندنا برنامج مثلا على ام بي سي او على فلان قناه على روتانا او كذا، راح مثلا انا راح اغني اغنيه انا يا طير، او راح اغني اغنيه عدوان عد اللي غناها مثلا هو محمد سالم حاتم باللقاء مالته. قاسم ايضا اتصل بي قال لي انا راح اغني اغنيه نوبه شمال الهوى، نوبه شمال الهوى وغناها الرجال، استاذن مني هو اللي يغنيها بحفله ما مسويها فيديو كليب وكذا، وذكر انه هاي الحان يمكن 10 دقائق يحجون هم الحان الموسيقار محمد جواد اموري اللي غناها حسام الرسام وحده، يعني حسام الرسام انا اريد احكي موضوعه، يعني صديقي واخوي هو، واحنا كنا طلبه بمعهد الفنون سوا. حسام الرسام اتصل بي في يوم من الايام من عمان، انا كنت باربيل، قال انا عجبتني اغنيه مال نوبه شمال الهوى، فانا اريدك انت توزع لي اياها، تعرف انت انا صاحب استديو ومهندس ومهندس صوت وموزع. قلت له انا حاضر. قال ايش قد اجور هالاغنيه؟ قلت له كذا اجورها ويا التوزيع. قال اوكي. راحت ايام، جت ايام، نزل البوم اسمه شمال الهوى بدون ما انت تدري، بدون ما لا ادري ولا اعرف انه سجلها ولا كذا كذا. فهو بيتهم يمنا باربيل، يعني كانت والدتي ايضا وياي شويه، والدتي من نوع العصبيه، رحنا لهم للبيت، يعني اصدقائي واخوته كلهم يعني واحبائي، ووالدتي ايضا يعني مثل والدتي. رحنا لهم قلت له خاله كذا الموضوع واخوته وهيشي وهيشي وهيشي، واتصل بي وقال لي انا راح اعطيك حقوقها. زين اوكي، حتى بالالبوم اللي نازل مكتوب تراث عراقي، هذا اللي يعني اذاني بصراحه. يعني انت اوكي لا توزع يمي ولا، بس على الاقل اذكر انت تقول هاي الاغنيه مال والدك انا اريدها. زين وما صار اي شيء؟ لا، اتصل بي المنتج مالت الاغنيه ووصل لي المبلغ، ولغوا 1000 نسخه مال سي دي تقريبا، وكتبوا الحان محمد جواد. انت صارم بهالموضوع جدا. حق انت حقك أكيد تتنازل حق عنه؟ اكيد حق. انا بالعكس حق والدي هذا وامانه برقبتي يعني. طيب نحكي عنك شويه بعيدا عن والدك. طبعا انت كونك ابن شخص هرم، هذا الشيء يمكن ياثر عليك سلبيا، انك دائما تضيع بظل هذا الشخص. سلاح ذو حدين هو، يعني اي هو اول شيء دفع للشهره وللهايه، بالضبط، لكن بعدين تضل عمرك كله لازم ابن لازم فعلا. تكون انت قد هذا الاسم. زين اليوم انت وين هويتك الفنيه؟ يعني اغلب نجاحاتك هي على التراث، اغاني تراثيه، اغاني مغنيها قبلك، مو تراث انت تدري بكل وجوه هذول، يعني اغاني مال الفنانين قبلك. طيب هاي وين هويتك؟ هذا انت قاعد تقوله بدون درايه، لو هيك لو لا بس الاستفزاز درايه. لا اكيد مثلاً عن درايه. مثلا اغنيه انا وذكرياتي، هاي الحاني وتوزيعي وجديده الاغنيه، وكلمات الشاعر احمد هندي، كانت لي هويه وانطلاقه كبيره، نجاحات كبيره، هذا الشيء ما حد يختلف عليه. لكن غالب نجاحاتك انت قلت انا يا طير مثلا، غالب نجاحاتك هاي بدايتي كانت بانا يا طير، بوقت كانوا كل المطربين يغنون اغاني قديمه يعيدون توزيعها. اغنيه طفاش القدر يا شمعتي اللي هي تركيه الاغنيه مو تراثيه، اعرف سنوات بس حقوق كانت لك مال الموسيقى؟ اخذت حقوق الموسيقى طبعا، انا يعني من الملحن مالتها من تركيا الاصلي طبعا. انت تصور اكو عندنا مجموعه من الموسيقيين راحوا لتركيا، الاستوديو من الاستديوهات بتركيا، طلع الملحن مات الاغنيه هو هذا يعني صاحب الاستوديو ملحن اغنيه سنوات الضياع الاصليه، فسمعوه قال لهم انا سامعه، قال لهم سامعه، ولو هذا يحكي تركي كان انا خليته يغني الاغنيه التايتل مات الاغنيه. بس يعني انت قصدك انت غنيت قبل ما تاخذ اذن؟ لا انا غنيتها بالام بي سي وهم متصلين عندهم محامين، وهاي هاي ما تصير الشغله مال هي اغنيه بها حقوق وبايعين لهم الحقوق مالتها، وانا وقعت فيها الام بي سي عقد بالاغنيه هاي، وعلي شرط جزائي حتى ما اقدر اصورها، ولذلك ما صورت الاغنيه، ما صورتها ما اقدر اصورها، لان هم اعطوهم حقوق بس اعاده الغناء عربيا، قالوا لهم تفيد نهايه صارت الشعر يعني. صارت شارك توقعت نجاحها هاي الاغنيه، يعني يمكن العالم العربي كله ظل يحكي بيها بوقت ما كان بي اكو اغاني ضاربه يعني عراقيه. والله ولا توقعت.